سؤال تطرحه أي امرأة حامل أو مقدمة على الإنجاب، إنه يا هل ترى رح يزيد وزني خلال هالفترة؟ وقد إيه المعدل الطبيعي لزيادة الوزن أثناء الحمل؟ العوامل الأساسية والمهمة في حياتنا بصورة عامة، فكيف لو كانت بمرحلة حساسة من حياة المرأة مثل مرحلة الحمل والإنجاب؟ لأنه ببساطة بهي المرحلة بيطرأ على جسم المرأة العديد من التغييرات الفسيولوجية بما يتزامن مع مراحل نمو وتطور الجنين، بالتالي هي بحاجة لغذاء صحي كامل ومتوازن قادر على توفير الطاقة لكلا الطرفين، وهالشي رح يساهم بشكل كتير بالحد من مخاطر الإصابة بأمراض عديدة خلال هالفترة مثل سكر الحمل، تسمم الدم، ارتفاع ضغط الدم، وحتى زيادة الوزن المفرطة. أهم سؤال تطرحه أي امرأة حامل أو مقدمة على الإنجاب، إنه يا هل ترى رح يزيد وزني خلال هالفترة؟ وقد إيه المعدل الطبيعي لزيادة الوزن أثناء الحمل؟ أكيد وبدون شك وزنك رح يزيد خلال هالفترة، ومع بلوغك الأسبوع 20 من الحمل نجد إنه وزنك زاد بمعدل 3.5 كيلو عن وزنك الطبيعي السابق يلي كان قبل الحمل، وبعد هيك رح يبتدي وزنك يزيد بمعدل 0.5 كيلو بالأسبوع الواحد، ومع اقتراب موعد الولادة نجد إنه المعدل الطبيعي لزيادة وزنك خلال هاي الفترة بيتراوح ما بين 9 ل 11 كيلو. ولو افترضنا امرأة كان وزنها 55 كيلو، رح نجد انه المعدل الطبيعي لزيادة وزنها اثناء هالفترة بيتراوح ما بين 64 ل 66 كيلو. وكل ما زاد وزنك بصورة اقل وضمن المعدل الطبيعي اثناء الحمل، هالشي رح يساعدك بخسارة وزن اسرع بعد الولادة. في حال كانت الزيادة اكثر من 50% من الوزن المتوقع زيادته، النتيجة هي زيادة احتمالية تعرضك للأمراض يلي ذكرتها مسبقاً من سكر الحمل، ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن المفرطة. أما في حال كانت الزيادة أقل من 50% من الوزن المتوقع زيادته، فالنتيجة هي زيادة احتمالية تعرضك للولادة المبكرة وزيادة احتمالية تعرض طفلك لبعض التعقيدات عند الولادة. السؤال الثاني يلي بتطرحه أي امرأة حامل أو مقدمة على الإنجاب، ما هي العناصر الغذائية الأمثل لها خلال هالفترة؟ بيراود المرأة الحامل الرغبة بتناول الأطعمة مثل الحلويات والمخللات يلي من الممكن أنه ما كانت المفضلة بالنسبة لها قبل الحمل، طبعاً هالأمر طبيعي ولكن بشرط أنه يبقى بصورة معتدلة. تحتاج المرأة الحامل حوالي 300 سعرة حرارية إضافية عن الاحتياج اليومي للشخص البالغ نظراً للتغيرات الطارئة على جسمها خلال هي الفترة، وهالأمر مهم لنمو وتطور الجنين، إضافة لأنه بيساعد الأم على التأقلم مع الضغوط اللي ممكن تتعرض لها خلال هالفترة من عدوى ونوبات نزيف وحتى تكون الأنسجة الجديدة الخاصة بها وبالجنين مع عمليات التمثيل الغذائي لها. في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل عادة ما تترافق هذه الفترة بأعراض كالغثيان والتقيؤ وفقدان الشهية، وحتى تتجنبي ذلك عليك أولاً بتقسيم وجباتك إلى 4 أو 5 وجبات يومياً. ثانياً عليك بتناول الأغذية التي تحتوي على العناصر اللازمة لك كاللحوم قليلة الدسم والسمك والدجاج الغنية بالبروتين والذي يأتي دوره بتأثيره المباشر على تكون الأنسجة الجنينية لطفلك، إضافة إلى تكون أنسجة الرحم والثدي بما يتلائم مع التغيرات الطارئة على جسمك. وأما البقوليات من عدس وخضار ورقية خضراء الغنية بالحديد نظرا لدوره في تكوين الهيموغلوبين وبالتالي وقايتك من الإصابة بفقر الدم. ثالثا احرصي على تناول قدر كافي من الحليب والبيض ومنتجات الألبان المعقمة ومعرفة المصدر نظرا لاحتوائها على الكالسيوم وفيتامين دي وبالتالي دورها في تكوين عظام طفلك وأسنانه ووقايتك من الإصابة بهشاشة العظام. رابعاً احرصي على تناول كميات كافية من المياه والعصائر الطبيعية الطازجة التي تساعدك على تعويض السوائل المفقودة لدى التقيؤ. خامساً
من الضروري خلال الثلاث الشهور الأولى من الحمل الاهتمام بتناول الأغذية الغنية بحمض الفوليك، وهو أحد أنواع الفيتامين بي، وتأتي أهميته من دوره في تكوين الأنبوب العصبي الجنيني، بالتالي وقاية طفلك من الإصابة ببعض التشوهات كالأنبوب العصبي المقسوم. كما ينصح بتناول حبوب حمض الفوليك من الشهر الأول للحمل أو حتى قبل الحمل، وذلك بعد العودة للطبيب واستشارته. تغذية الحامل من الشهر الرابع للسابع. خلال هذه الفترة تتبدل شكوى الحامل من الغثيان والتقيؤ إلى الإحساس بالحرقة والانتفاخ والإمساك نظراً لزيادة حجم الجنين. أما عن فقدان الشهية فتستعيد الأم شهيتها مجدداً، لذلك من المهم اختيار الطعام اللازم والمناسب للحفاظ على نمو الجنين وصحة الأم، حيث يجب أن تشمل وجبة الإفطار على العناصر الغذائية الهامة كالبروتين والكالسيوم والفيتامينات والمعادن، وذلك بتناول كوب حليب، بيض، قطعة جبن قليلة الملوحة والدسم، خبز أو ثمرة فاكهة، ويمكن إضافة الخضار. أما عن وجبة الغداء فيجب أن تشمل على شرائح الدجاج أو السمك أو حتى اللحم المشوي، ولكن مع الحرص الجيد على طهي اللحم جيداً تجنب الانتقال أي آفات بكتيرية كالتوكسوبلازما أو ما يسمى بداء المقوسات. ويمكن الغداء أن يكون بقوليات كالعدس أو حتى طبق من السلطة إلى جانب أحد أنواع النشويات كالرز أو المعكرونة. أما بالنسبة لوجبة العشاء فيمكن تناول وجبة خفيفة سهلة الهضم وقبل النوم بساعتين، وذلك لتجنب شعور بالحرقة والانتفاخ ككوب من الزبادي أو أحد منتجات الألبان، إضافة إلى ثمرة من الفاكهة أو الخضار. أما بالنسبة للوجبات الخفيفة يلي من الممكن تناولها بين الوجبات الرئيسية مثل المكسرات والفواكه والخضار الغنية بالألياف يلي بتساعد في التخفيف من حدة بعض الأعراض مثل الإمساك، ويجب تجنب تناول الأطعمة الغير صحية مثل البطاطا المقلية والكثير من الحلويات نظراً لأنه رح تزيد نسبة شعورك بالحرقة والانتفاخ. تغذية المرأة في الشهور الأخيرة من الحمل. لكل مرحلة متطلباتها، بهالمرحلة عليك الإكثار من تناول الأجبان والألبان الغنية بالكالسيوم والفيتامين دي نظراً لدوره في الحفاظ على صحة عظامك وعظام طفلك، إضافة لضمان تكون الحليب للرضاعة الطبيعية بعد الولادة. تناول الكثير من الخضار الغنية بالألياف والفواكه الغنية بالمعادن والفيتامينات كالفيتامين سي في الليمون والبرتقال نظرا لدوره في زيادة قدرة جسمك على امتصاص كميات أكبر من الحديد، بالتالي وقايتك من الإصابة بفقر الدم، إضافة إلى دوره في التخفيف من حدة النزيف. وأخيرا عليك تجنب الأطعمة ذات الأملاح العالية كالمعلبات والصلصات والمخللات نظرا لدورها في زيادة شعورك بالحرقة والانتفاخ أكثر من أي وقت ثاني. إذا الموضوع ما بيتعلق بالكمية وإنما بيتعلق بالنوعية، لأنه بالنهاية غذاء طفلك من غذائك وصحته من صحتك. كانت معكم رويدة عمار صباغ بهالفيديو المقدم للمشاركة بالدورة الثالثة لأسبوع يوتيوب المرأة العربية الذي تنظمه وترعاه بودكاست عربيا. دمتم بخير.